بسرعه برهان اليوم اللي لاح فما ارتباك حتى داخل اسرائيل لانه وقت اللي الاداره الامريكيه اليوم تصرح وتقول اللي ايران ماهيش مسيطره كليا على حزب الله. نعم معناتها ينجم حزب الله وسيرتو بعد اليوم بعض العمليات المتكافه مش كما متسانسين وغدوه حسن نصر الله وبعد الاشهار اللي عملوا فيه الخطاب حسن نصر الله تقريبا اول مره في خطابات حسن نصر الله يعملوا اشهارها ونهار باش يتكلم نهار جمعه في الوقت الفلاني معناتها نختلف مع غازي نقولوا 90% غدوه حسب الله باش يدخل في الحرب لانه لبنان وجميع الفصائل السياسيه في لبنان تقريبا مع المقاومه في فلسطين مع المقاومه في فلسطين والشارع معناتها سواء سني او شيعي او دروز مع المقاومه كله مع المقاومه في فلسطين معناتها لهنا وقت حزب الله تقريبا الحرب باش تكون باش تمتد اكثر غدوه هذا ما تتوقعه تغيير نوعي في الحرب في الغرب غدوه به.